أهلا بكم من جديد. اقتصاديا، ألقت الأزمة السياسية في البلاد بظلالها على النشاط الاقتصادي بالبلاد عموما، وظهرت بشكل جلي في التعاملات المصرفية، حيث شهدت سوق العملات حالة من عدم اليقين في أعقاب استقالة رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك. وتوقعت مصادر مصرفية استمرار استقرار سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في ظل استمرار الأزمة السياسية بالبلاد، ويترقب متعاملون في العملة مما سيحدث خلال الأيام القليلة المقبلة في عقب استقالة حمدوك. إلى ذلك، افتتحت تداولات أسعار الدولار اليوم الاثنين باستقرار نسبي حذر في التعاملات خارج المصارف، واستقرت أيضا لدى البنك المركزي. ورغم ذلك، يجد المتعاملون أسعارا متباينة لصرف الدولار الأمريكي، لكن متوسط سعر الدولار استقر عند 552 جنيحا. واصل الموظفون ببنك الخرطوم إضرابهم عن العمل لليوم السادس على التوالي، احتجاجا على الفصل التعسفي الذي شمل 210 حالات و 47 حالة إنذار. وطالب الموظفون ببنك الخرطوم بتحسين الأجور وإعادة المفصولين، وكانت إدارة بنك الخرطوم قد قامت بفصل 10 من أعضاء المبادرة وعدد من الموظفين الذين نفذوا الإضراب. وقامت مبادرة موظفي بنك الخرطوم برفع مطالب متعلقة بتحسين الأجور وإعادة المفصولين، بيد أن إدارة البنك قامت بفصل 10 من أعضاء المبادرة وعدد من الموظفين الذين نفذوا الإضراب الذي امتد من يوم الأربعاء الماضي. تبدأ غدا فعاليات أسبوع الاستثمار بجناح السودان إكسبو 2020 بدبي، بفيديو تعريفي باسم السودان بالأرقام، ثم ورقة عن الفرص الاستثمارية يقدمها السيد إسلام سلامة مدير عام الترويج بوزارة الاستثمار والتعاون تحت شعار السودان أرض الفرص اللامتناهية، بحضور عدد من المستثمرين ورجال الأعمال والمهتمين بشأن الاستثمار في السودان. أدت شركة ألبان الصافي السعودية رغبتها في توسيع أعمالها في السودان بولايتي الشمالية ونهر النيل. وبحث وفد من مجموعة شركة ألبان الصافي السعودية مع وكيل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أحلام مدني مهدي فرص الاستثمار في السودان. وأشار إسماعيل محمد العنيزي مدير المشاريع الخارجية للمجموعة إلى رغبته في زيادة وتطوير أعمالها من خلال تنفيذ الخطة الخمسية كمرحلة أولى للمشاريع. قدمت وكيل الاستثمار شرحا حول الإصلاحات التي قامت بها الدولة والتي أقرتها الحكومة الانتقالية، والتي من بينها قانون الاستثمار الجديد وقانون الشركات مع القطاع الخاص وقانون النظام المصرفي تسهيلا للإجراء بجانب المشروعات الجاهزة للاستثمار. أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية بإقليم النيل الأزرق عزمها افتتاح أسواق جديدة للذهب في عدد من المناطق بالإقليم. جاء ذلك ضمن خطة الشركة السودانية للموارد المعدنية للعام 2022. وقال مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بإقليم النيل الأزرق منصور موسى عبد النبي إن الخطة تشمل افتتاح أسواق جديدة للذهب بمناطق بلنج، بمحلية الكرمك وجيسان، بمحلية جيسان، لتكون إضافة حقيقية لأسواق الذهب الموجودة حاليا، وهي أسواق بلوغا بمحلية ود الماحي، وسوق باكوري بمحلية جيسان، بجانب سوق ماغانزا بمحلية باوة. بدأت اليوم الاثنين بالجنينة بغرب دارفور ورشة تدريبية لمتخذي القرار حول المتغيرات المناخية في القطاعين الزراعي المطري والرعوي. وتبحث الورشة التي تأتي بدعم من وكالة الأمم المتحدة أنجع السبل أو السبل للتكيف مع المتغيرات المناخية التي يشهدها العالم، والعمل على مجابهة تلك المتغيرات من خلال توعية المجتمعات والاهتمام بالقطاعين الزراعي والرعوي. وجه والي ولاية شمال كردفان المكلف بتكوين لجنة لمتابعة متبقي مشروعات بنك التنمية الإفريقي بالولاية،
وبحث الوالي مع وفد البنك كيفية إكمال المشروعات الخدمية التي ينفذها ضمن مشروع بناء القدرات بولايتي شمال كردفان والنيل الأبيض. وقال مدير المشروعات بمشروع بناء القدرات أن لقاء الوالي المكلف مع وفد بنك التنمية الإفريقي استعرض تقريرا لملخص المشروعات التي تم تنفيذها بالولاية في الجانب الصحي والاجتماعي. تراجعت أسعار النفط لكنها ظلت تتجه صوب تحقيق أكبر مكاسبها السنوية منذ العام 2016 على الأقل، مدفوعة بتعافي الاقتصاد العالمي من الركود الذي نجم عن كورونا وقيود يتبناها المنتجون، حتى مع ارتفاع الإصابات بالفيروس لمستويات قياسية حول العالم. ولامست عقود خام برنت العام وخام قلب تكساس أعلى مستوى لهما في العام 2021 في أكتوبر، عندما سجل خام برنت 86.70 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ العام 2018. أعلنت المنظمة العربية للتنمية الزراعية استعدادها للتعاون مع السودان في مجال الاستزراع السمكي والصيد البحري ومنتجات الألبان. وبحث المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية إبراهيم الدخيري مع وزير الثروة الحيوانية والسمكية حافظ إبراهيم تعزيز آلية التعاون بين المنظمة والوزارة في مجال تطوير صادرات السودان من الثروة الحيوانية والسمكية، وتنفيذ المنظمة العربية للتنمية الزراعية برنامجا لمكافحة أمراض الحيوان بالتعاون والتنسيق ما بين المنظمة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. الخبر الأخير، توقعت هيئة الإرصاد الجوية توالي انخفاض طفيف في درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمى في جميع أنحاء البلاد في الساعات 24 القادمة. وأشارت النشرة اليومية إلى تأثر البلاد بمنخفض السودان الحراري ومرتفع جوي يغطي شمال إفريقيا ويمتد إلى المناطق الشمالية الغربية حتى أواسط البلاد، مما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. ومن المتوقع أن يكون الطقس صافيا ومشمسا في كل من الخرطوم وحلفة الجديدة ووادي حلفة وشندي، ويتوقع أن تنشط حركة الرياح المثيرة للغبار والأتربة في رشاد ونيالة والجنينة.